سلم علي أحدا وأنا أتلو القرآن، هل أقطع التلاوة وأرد عليه السلام؟ السلام لا يشرع، البداية بالسلام لا تشرع على من هو منشغل بتلاوة القرآن أو بتدريس العلم، لأن بداء بالسلام سنة، بداء بالسلام سنة، ولا يبدأ من هو منشغل عن الرد تلاوة قرآن أو بتدريس أو بغير ذلك من الشواغل. فإذا سلم الإنسان على من يقرأ القرآن إنه لا يقطع القراءة، لكن يؤجلها إلى أن يفرغ، إذا فرغ يرد عليه السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.